بول برينتون شنو كيفاش اليوم ليفربول انقذها فان ديك الذي سجل هدفين، هدف الدقيقه 18 وهدف الدقيقه 24. شنو كيفاش جا الهدف التقليص من برينتون، برينتون وين جا من عند لويس في الدقيقه 79. يعني المباراه اللي شنو هدفين في الشوط الاول، شنو هدف واحد فقط في الشوط الثاني من عن طريق اللاعب تاع برينتون لويس الذي سجلها في الدقيقه 79. كانت مباراه اللي شنا الحارس تاع يعني الحارس تاع كيسمو تاع الينسون اللي خرج في 76، وين ما استغلوش، نقولوا باللي ما استغلوش الفرصه، النقص العددي تاع اللي كان عند برينتون عند ليفربول، وين شنا كيفاش برينتون ما استغلوش النقص العددي، وشنا كيفاش كانت مباراه كانت شويه في الشوط الثاني، وين بويتر المدرب اللي دار الخطه التشكيله تاع برينتون 4-3-3، شنا 4-1-4-1، شنا كلوب دخل التشكيله والخطة بربعة 3-3. يعني كانت المباراة كانت قوية، مباراة خاصة وين شنا 10 دقائق الأخيرة كانت قوية بالنسبة وين برينتون استغلوا شوية النقص العددي، لكن ما استغلوش باش يعدلوا النتيجة. ولا شنا لويس، شنا كيفاش باسكال الذي المهاجم الذي اضاع الهدفين، شنا دايفي، شنا دالي، شنا دون. يعني كانت المباراه شنا ستيفان نيلي، شنا كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي كانت قويه، مباراه اللي شنا كيفاش عانى شويه نقولوا الريال ليفربول في الشوط الثاني، وين عانى خاصه 10 دقائق الاخيره، نقولوا 10 دقائق الاخيره وين عانى عانى بسبب نقص العددي، وين الينسون اللي خرج بالبطاقه الحمراء. شنا كيفاش ديان، شنا كيفاش يعني كان نقولوا بلي لالان، شنا كيفاش محمد صلاح، شنا كيفاش سايدو ماني، يعني جوردان. يعني كانت المباراه اندريو فان ديك الذي سجل الهدفين، سجل مدافع الذي انقذ ليفربول اليوم، وين شنا كيفاش سجل في الدقيقه 18 والدقيقه 24. يعني المباراه اللي كانت نقولوا بلي كانت نوعا ما ريال مدريد ليفربول اللي كان فايز في كان في الشوط الاول وين كان مسيطر، الشوط الثاني شنا كيفاش برينتون وين نقولوها حنايا وين اسال العرق البارد لليفربول في الشوط الثاني، خاصه 10 دقائق الأخيرة لولا قوة الدفاع تاع ليفربول، وشنا كيفاش المهاجمين واللاعبين تاع شنا كيفاش برينتون اللي ما نقولوا بلي ما اندفعش الأمام 10 دقائق الأخيرة، لو عرفوا كيفاش يلعبوا التغييرات اللي دارهم المدرب كانوا رايحين يخطفوا نقطة. لكن هذه هي المباراة، مباراة اللي شنا كيفاش ليفربول هدفين، برينتون هدف واحد في الجولة 14 الدور الإنجليزي الممتاز بريمير ليغ، صحيتو.